حالة الظلم موجودة في العديد من الدول العربية، إن لم أكن معظم الدول العربية، منذ عشرات السنين. ما الذي حدث اليوم لكي يعني النقطة التي يعني قصمت ظهر البعير كما يقولون يعني، وانطلقت بسببها الثورة؟ ما الذي جرى؟ اعتدنا الظلم. نعم، هذا موضوع طبعا طويل. لدي كتيب ليس كتاب اسمه الثورة والقابلية للثورة، أعالج فيه هذا الموضوع منطلقا من تسميات حقيقة لينينية قديمة حول الحالة الثورية ومتى تنشأ الحالة الثورية وكيف يتوقف النظام عن القدرة، يعجز عن القدرة أو يعجز عن الاستمرار في الحكم بالأساليب القديمة، لأنه نشأت طبقة واسعة مثلا من الفئة واسعة من الشباب المثقفين الذين لا يقبلون طريقة الحكم معهم بالأساليب السابقة، انتشار وسائل الاتصال وتحول الديمقراطية مثلا إلى حاجة من شعوب لا تعرف يعني أنها محتاجة لحقوق المواطن والحرية وكذا، إلى وسائل اتصال تكشفك لكل العالم وتبدأ ترى الشعوب الأخرى كيف تتحرر، أنه هذا ممكن. اضطرار الأنظمة في الثمانينات لإجراء إصلاحات فتحت هامش، يعني مصر وتونس، الهامش للعمل السياسي الحزبي فتح في الثمانينات اللي سميت في حينها مرحلة الإصلاحات، وأصبح هنالك هامش لنصف عمل حزبي، نصف عمل نقابي طلابي، بعض حريات الصحافة، هذه تدرب الناس. يعني انتقلنا من مرحلة الاستبداد المطلق إلى مراحل اللي فيها هامش حريات. هذا كله أنشأ جيل يفكر أكثر في هذا الموضوع. الآن طبعا هنالك أسباب مباشرة كثيرة دربت هذا الجيل على الاحتجاج. كانت لديك تجربة الحرب في العراق والمظاهرات التي رافقتها في كل العالم العربي، تجربة الانتفاضة الثانية والمظاهرات التي رافقتها، تجربة حرب لبنان. نشأت عدة حالات احتكاك عند الجمهور العربي كان رفض لموقف الأنظمة، يضاف إليه طفرة ديموغرافية. هذا طبعا لم يعالج كفاية، نحن عالجناه، ولأنه بالذات في مرحلة 2000 العقد الأول من القرن 21 حصلت طفرة ديموغرافية عربية بأجيال الشباب العاطلين عن العمل. يعني نشأ جيل كبير من الشباب المتعلمين في الجامعات، هذه تحصل كل كذا سنة، حصلت هذه الطفرة. هذا الجيل الذي سوق العمل لا يلبيه، يعني نشأ كم من مخرجي الجامعات لا يلبيهم سوق عمل، فنشأ كم هائل من ناس مثقفين واعين لحاجاتهم ولخيباتهم من المجتمع. هذه كلها سوية، التدريب الذي نشأ، التدريب السياسي الذي نشأ عندما فتحت الأنظمة هامش من الحريات في الثمانينات، مجموعة الحركات الاحتجاجية التي قامت على حرب العراق وحرب فلسطين الآخره، الطفرة الديموغرافية، هذه كلها أسباب نسميها أسباب مباشرة. الأسباب غير مباشرة ذكرتها حضرتك، أن الظلم ازداد، أن الهوة بين الفقير والغني ازدادت بشكل في كل الدول العربية، حتى الدول التي كانت دول قطاع عام مثل دولة مصر، مثل سوريا، مثل العراق، حتى هذه الدول، العراق دعه على جنب لأنه لم تحصل فيه ثورة، حصل فيه تدخل حربي خارجي عدوان. هذه الدول التي فسد فيها القطاع العام وفقد قدرته الابتكارية والإبداعية ونشأ فيها فساد، وإلى جانب نشأت فئة رجال أعمال فاسدين، أو متأسف يعني مش كلهم فاسدين أكيد، قسم منهم يعتاش على فساد أجهزة الدولة. هذا الوضع الجديد زائد أنه أبناء البيروقراطية الحاكمة هم بأنفسهم اغتنوا، نشأت هوة جديدة لم تكن قائمة في السابق بين الأغنياء والفقراء، فيها شعور بعدم العدل عند الناس، بمعنى الغنى والفقر بحد ذاته ممكن التعايش معه في بعض المجتمعات، لكن إذا كان عندك شعور أنه هذا الاغتناء حصل نتيجة للفساد تشعر بظلم أكثر من الظلم العادي إذا في فقير وغني. إذا كان في شعور عميق أنه هنا نشأت أسر حاكمة متحالفة مع أي زمنية، زائد أخيرا ازدياد العنف في التعامل مع الناس. يعني حصل شيء، وأنا أعتقد الأجهزة الأمنية العربية حتى الآن لا تدرك ماذا تفعل. يعني الإذلال يولد نقمة تتراكم وتتفجر. أسلوب الأنظمة العربية، أجهزة الأمنية في التعامل الجسدي مع البشر، هذا الهوس اللي عندهم بالضرب، بإذلال الجسد الإنساني، هذا شيء من القرون الوسطى. يعني لا يدركون أنه الإنسان الفرد أصبح لديه شعور بفرديته وبجسده، وأصبح عنده شيء اسمه ديجنيتي، كرامة، لا يقبل أن يدفع، يضرب، يعذب، يبصق عليه. يعني هذه الوسائل الإذلالية للجسد تنشئ تراكم غضب. أنا بعتقد حتى الآن يعني مثلا عودة الأجهزة الأمنية لمصر لاستخدام فيها يدل أنه لم يتعلموا من الدرس.
مثلا في حالة مصر وتونس بالذات هذا كان المفجر، يعني المفجر في مصر خالد سعيد، في تونس البوعزيزي، هي نفس القضية في النهاية، إذلال الجسد بمعنى هوس الأنظمة في إذلال الفرد البشري لكي يكون، لكي يعلم من هم أسياده، لكي يخضع، لكي يكون subjugated، يعني يتحول إلى رعية خاضعة بالقوة، كما كان في الأنظمة، المصطلح الأنظمة السلطانية اللي فيها السلطة تقوم على القهر على القوة وليس على الشرعية، على أي أنواع من أنواع الشرعية. أنا هذا هذه هي الخلفيات الحقيقة. وهم يعني زرع في الثقافة العربية، حتى كان يقال مثلا في مصر على سبيل المثال أنه ألم كف الحكومة لا يرد ككف الأب مثلا، لكي يورث في اللاوعي بأنه الخضوع بشكل أو آخر.